فحللت كل معقد مستصعب، ما همني فيها عذابي مطلقا، ولربما استمتعت حال تعذبي. لكن هنا يا سادتي يا إخوتي، من كل مأمول لصاحب مطلبي، إن ذوب القلب التهاب مشاعري واستمطر الآماق تالله اسكبي. يا أيها الأحباب لا تتألموا، يا صفوة الأعلام لا تتعجبي، فأنا امرؤ رق الشعور لدي إذ فوق التحمل موجع ما حل بي، سأخوض آلم ما يكون على امرئ أني وقفت هنا لكي أرثي أبي. من مرثية الوالدة: أراقت دموعا قضاض القدر، وأدمى قلوبا كواها الكدر، إذ الموت غيب أمي ولكن رضينا بحكم إله أمر. أأمي حنانك كيف يوفيك حقق تأبيني المختصر، ألست التي هي كانت لنا سبيلا هدانا وخير ممر، ألا إن من في الحصاد جنى يظل مدينا لمن قد بذر. أأمي الحبيبة حبك عندي تضاف إليه أمور أخر، فيا من أحبت سكون الصلاة ووقع الأذان وسحر السور، إليك أبث حنين حبيب بسامي مزاياك أمي افتخر. ذكرت بفقدك فقد أبي، وكم كان مرا تلقي الخبر، جرحت بفقدكما مرتين وثاني جراح الفؤاد أمر. من